مشاهدينا متابعينا، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ايها الاحبه الاكارم اينما كنتم واينما تواجدتم. الثامنه هنا من حائل، هنا حيث الاجواء الكرويه الكبيره، الاجواء المفعمه بالحياه، الاجواء التي فيها الحضور الجماهيري الكبير، وفيها المدرجات المكتملة العدد، وفيها التيفو الذي يقدم جمهور الطائي لأول مرة في تاريخ هذا الملعب، يقام تيفو لحساب دور المحترفين تحديدا. نسمة الوادي يا وردة في بلادي، حائل ربى الشادي يا نرجس وكادي، حيوا جبل شمر الزهر فيه انظر، ما أجمل المنظر يا مرجن الأخضر، حائل بعد حيي دار الهوى المنشود، يا عزوتي وغيي فيك الزمان يجود، حيوا جبل شمر الزهر فيه انظر، ما أجمل المنظر يا مرجن الأخضر، من بين آجا وسلمى. أيها الأحبة، أيها السيدات والسادة، صافرة البداية عن طريق النيوزلندي، هذه أجمل تحية مني محدثكم عبد الله الغامدي، واصفا ومعلقا ومستمتعا والله. ياسم إبراهيم النخلي، طارق عبد الله، ألفا سيميدو، تاليسكا في الهجوم، النصر في الهجوم، مبكرا يبحث عن الهدف المبكر، عن الضربة المبكرة، عن إيران. أعتقد بأن هذه الصورة اعتاد عليها جمهور النصر. بروزو إلى مانع أرضية خطيرة، نقلات النصر في البداية، والنصر يريد أن تكون داخل المباراة منذ البداية، عارف المتطلبات، عارف ماذا يفعل في هذا اللقاء. الكرة عدت تاليسكا ووصلت إلى براغا، يملك الكثير من الأسلحة تاليسكا، بغير اتجاه اللاعب إلى الجهة اليسرى، ساديو عرضية، الله الله، فرصة كبيرة، فرصة في الجهة اليمنى باتجاه إلى جابي، التمريرة إلى الخدام المتحرك المنطلق المنطلق، اي والله الظهير الايمن اللي يقدم الكثير من الحلول الهجوميه. اهداف النصر، ساهم في اربع بعد ان سجل هدف وصنع ثلاثه. ألفا سيميدو من الجهه اليمنى يريد ان يقول باننا موجودون امام الى تاليسكا. بروزو النظره تكفي، تاليسكا التقدم يكفي، تاليسكا راح، تاليسكا راح، تاليسكا تقدم والدون، لا 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 يا رونالدو، لا يا كريستيانو. واحدة، لكن شوفوا العمل الكبير، العمل الكبير من البداية أعطيناها يا مخرج، تاليسكا والمرور والتقدم، رونالدو والتسديد، لكن أبراغا يتصدى، أبراغا يتصدى. هذه كرة خطيرة أخرى لرونالدو أمام المرمى، فرصة كبيرة ليسجل عاشر أهدافه في الجهة اليسرى. ساديو تقدم إلى الدون، استلام وتسليم، النصر في قمة المتعة بصراحة، النصر بعديد، سنهاجم، أوتافيو يتقدم بعرضها، الله عليك الله عليك، لا 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 لا، المجهود، وفيها الكرات وفيها الفرص وفيها الطائي أيضا، ليس من الفرق التي ستركري. كورديا، كورديا بالقدم اليسرى، كورديا والتمرير، التسديد، الله عليك، فرصة كبيرة أخرى، فرصة إلى ركلة مرمى هذا الكرواتي، هذا دوغانزيتش اللاعب ماركو، التسديدة القوية من هذا النجم الكرواتي صاحب 29 سنة، اللاعب القادم من التي تحسب
لإدارة النصر باستقطاب هذا الرجل لويس كاسترو. شوفوا اللقطة مرة أخرى، وشوفوا الكرة، وشوفوا تاليسكا بالتخصص في شباك الطائي أمام الطائي، هو أولى من غيره بالتسجيل. أمام الطائي هو أولى من غيره بالتسجيل. هطول جاع المباراة. كرة ملعوبة خطرة إلى الأمام، رونالدو أمام المرمى. لا 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 لا. صحيح متسلل لكن عديد الفرص. هذه اللقطة مرة أخرى وهذا التدخل، وهنا طارق عبد الله من أمام كريستيانو رونالدو. تأكيد في مباراته الأولى دوريا مع الطائي سيبحث عن تعديل الشكل والصورة. شوط ينتهي كان فيه النصر علامة فارقة، كان فيه الدون بعد إهدار الفرص يصنع الهدف لتاليسكا. لعب على لاعب بالتمرير، تاليسكا بالتو، هو يبغى يرد الصراع لرونالدو. أنت قدم 50 مباراة، أرقام كبيرة بالتأكيد، أرقام كبيرة يسجلها ويصنعها تاليسكا، صاحب 43 هدف، صاحب الصناعة والمساهمات التهديفية، صاحب 10 أهداف من خارج حين دوره بعد التمريرة باتجاه أليكس. لكن طارق عبد الله بصورة ممتازة، لازالت الكرة، لازالت ما بين أقدام لاعبين النصر، عرضية، الله، تاليسكا بالرأس، تاليسكا مرة أخرى بكرة رأسية، لكن الكرة بعد ذلك بتعود الارتقاء الرأسية، الكرة مرت إلى ركلة مرمى فيها خطأ لمصلحة إبراهيم النخلي على تاليسكا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، بالتأكيد في كل مكان الحركة والحديث. الكرة لازالت في اللعب لدى رونالدو التسديد، لدى رونالدو التسديد، المطرة الثابتة، ألفا سيميدو، والتسديد، الله يا ألفا، الله يا والإبعاد من نواف، خطيرة من لاعب غينيا بيساو القادم من غينيا بيساو، التسديد القوية والكرة لكن صنع هدف وحيد. الطائي يقترب. أوه، بينما هنا واحدة من أخطر كرات كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني بضربة رأسية. يا براغا 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 قاعد لكل كرات رونالدو، ما يخلي له أي فرصة للوصول إلى شباكه. كم كرة تصدى لها لمن في الملعب من عشاق النصر. رونالدو يتقدم لكن حائط الصد هنا لتعود من جديد. كرة عرضية مرة أخرى، إنزوروكو في الارتقاء لتعود بتحول لابورت، تمريرة حلوة وصلت إلى رونالدو راح رونالدو. لا 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 لا. الله يا الله على التمريرة، يا سيكو، الكرة إلى رونالدو لمسها، رونالدو غمزها، لكن الكرة لم تذهب إلى الشباك بل القاها، عدلوها بعد التغييرات مباشرة. انطلق ميسي ديان وعاد بالطائي. الله يا لشاب، فارس الشمال يرد على فارس نجد. من هو فارس هذا اللقاء؟ فأنا هنا. يعتمد على الأسماء الكبيرة المتواجدة لديه. عرضية رأسية، الله، لا 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 لا. المطالبة من كل لك ركلة جزاء، هل هنالك ركلة جزاء؟ هل ألفا سيميدو وقع في المحظور؟ هل هذه ركلة جزاء لمصلحة النصر من أكثر من مكان؟ وماتيو كونغر، القرار النهائي، ركلة جزاء للنصر، ركلة كثيرة لكرات رونالدو. الآن يتقدم الدون ويضعها. أيدركني خوف وأنت ذخيرتي؟ أيدركني خوف وأنت من يقود النصر إلى الأفراح؟
الصباح، وأنت من يقود النصر إلى النصر في كل مباراة. ظهر الدون، تمنعت، عاندت، لكنها لم تعلم من تعاند، لكنها لم تعلم من تعاند. هل من غنيمة أخرى؟ هل من غنيمة أخرى؟ هل من تلسك آخر؟ تلسك بشوت بروزو بتعود. خلصوها 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 من أجل كرة حائرة، من أجل الأخيرة. هذه الأخيرة يا الطائي، هذه الأخيرة. عرضية رأسية من مين؟ نواف، نواف. وهنا الصافرة تأتي باحتساب الخطأ نصر، لأن الصافرة الأخيرة تأتي، والصرخة من رونالد.